السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عبد الرحمن، أحبك الله الذي أحببت أهبب موفقة مسددة يا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إبراهيم بن رمزي بارك الله فيك ولك بمثل الشيخ مصطفى الجهري جميعا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فاضل الجليل؟ اتفضل، الله يحفظكم. ليس لي أي سؤال سوى إني أخبرك أني أحبك في الله شيخنا الجليل. أحبك الله الذي أحببتنا له. جمال الله. الله فوق رؤوسنا. الله يرفع. أسعد الله بالصحة والعافية. ولك بمثل، جزاك الله كل خير. أحبك الله. الصغير طارق من المنصور. يا مرحبا وأهلا وسهلا شيخ طارق، مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا بك يا فندم. تفضل. تفضل، سلامك الله وجهك. بارك الله فيك يا عادل ابن مبارك وسلمك الله من السوء المكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسألك بس يا شيخ، هلا أنا من فضل الله طبعا بقرأ سورة البقرة يوميا. نعم. بس انا بعمل راحة يعني كل ربع ساعة برتاح شوية، مثلا استغفر ربي مثلا او بعمل صلاة على النبي، ده بدعة ولا ايه؟ لا لا، ما بدعة ولا شيء ولا شيء، يعني ما في عليها اسم. انا بحس اني بقول يعني افضل اني استغفر منكم واسأل حضرتكم، انا برتاح يعني بيناتهم، يعني بعملها مثلا على ثلاث اقسام وبسأل يعني برتاح شوي وبستغفر او بعمل اي ورد. لا يعني لا اسم عليك، بل انت مثابه ان شاء الله. السلام الله عليكم. بارك الله فيك يا اخ سعيد دياب وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. تفضل. الله يبارك في حضرتك. وياك. لي سؤال بس. تفضل. الله يكرمك. بالنسبه انا عندي شقه ب 300 ألف جنيه اشتريتها ومأجرها ب 30 ألف تقريبا سنويا يعني. فالزكاة على أصل العقار اللي هو ثمن الشقة يعني 300 ألف ولا على ال 30 ألف اللي هم بيطلعوا منها ولا على الاثنين مع الأدلة؟ الله يبارك لك. أنت شاريها للتجارة أو ولا للسكنة؟ انا شاريها استثمار يعني عشان تجيب لي دخل نصرف بيه على بيتي. لا، ما في فرق بين الاستثمار، بين ان تكون تاجر شقق وبين الصورة التي ذكرتها. يعني هل انت تاجر شقق؟ ايوه انا تاجر. ايوه تاجر شقق. عشان تصرف على بيتي
يا أخي افهم لي كلامي بس، الله يسلمك. تفضل تفضل. الفرق بين تاجر الشقق، في هذه الحال نعتبر الشقق عروض تجارة وتزكى مع ربحها. وفرق أن شخص له عمارة أو له برج أو له شقة، هو فقط يؤجرها ويأخذ إيجارها. هذه الأخيرة ليس عليها زكاة إلا على الإيجار، إذا اجتمع معك من الإيجار ما يبلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى. لكن إذا كنت أنت تاجر شقق، تاجر تشاجر في الشقق والعقار، على العقار مع ريعه زكاة. الكلام مفهوم؟ الأخيرة بس، العقار مع ريعه عليه زكاة إذا كنت تاجر شقق. أما إذا كنت مؤجر شقق لا. جزاكم الله خير. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود البازي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا أخوي عنده ولد، وكان يعني هو ابنه في الابتدائي، وعمل له كابنيه أمان صحي علشان يكشف عليه، يعني ما كانش يعرف إن هو حرام، فكان يعني بيكشف عليه لما بيكون تعبان، وعمل له نظارة. ناس قالوا لي يعني التأمين الصحي بيعمل نظارة لأولاده وكده بتوع المدرسة، فهو ما كانش يعرف. انا لما قلت له ان هو حرام فقال لي انا خلاص ما عدتش هشترك فيه. طب اللي قبل كده بقى يعني عفى الله عما سلف ولا كده؟ عفى الله، عفى الله عما سلف. طيب ماشي، جزاك الله خير يا شيخ. وعليكم السلام. احبك الله الذي احببتنا فيه. ياسر عسل. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. عاني أبناء لأن أباهم قد تزوج على أمهم منذ 5 سنين. والسؤال، هل يجب عليهم أن يعلموا أمهم؟ يعلموا أمهم النكاح، يعلن، أعلنوا النكاح. ألا ترى أن الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان النكاح يعلن ويولم عليه بولائم؟ طيب يعني هم خايفين على الأم أن هي عندها ضغط وسكر، يعني هي حالتها مسألة خاصة، مسألة خاصة دي استثناءات، لكن الأصل أن النكاح يعلن وأبوكم رجل مش مظبوط الله يهديه. نقول اللي يتزوج على امرأته ويكتم عنها الخبر سنوات بهذه الطريقة رجل جمع بين الجبن والغش. طب هل على الأبناء اسم يعني في شيء ان هم مش عايزين يعني؟ لا، إذا لهم عذرهم أمام الله إذا كانوا كما زعمت يعني، ولا الأم من الزوجة من حقها أن تعرف أن زوجها تزوج، والقوانين حتى تلزمك بإختارها. نعم. القوانين، حتى القوانين الوضعية الحكومية تلزم بأن تخبر الأم، تخبر الزوجة. نعم. إلا العلة التي ذكرتوها أنتم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. بسأل حضرتك يا شيخ سؤال، لو لما يكون في إنسان مريض، هو كبير السن ومريض وعنده غلطة في النص اللي تحت، ما بتحركش من السرير خالص، وولاده الصبح بيحموه ويغسلوه ويلبسوه حفاض فبيعرف يصلي، طب طول اليوم يصلي الصلوات ديت ازاي؟ شوف يا أختي، على المتيسر له، على المتيسر له، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، عجز عن الوضوء تيمم. هو ابنه علمه أن هو يتيمم، بس هو إزاي هيصلي والحفاض مثلا هو لابسه؟ هذا مضطر أو غير مضطر يا أختي؟ أه؟ مضطر أو غير مضطر؟ هو مضطر أن هو يصلي كده، لأن عياله طيب بيروح الشغل فبيقوم. خلاص، إذا كنت بتفهمي. وبعدين يجوا بالليل مثلا العشاء لما يجوا من شغلهم برضو بيغيروا له ويلبسوا حفاض نظيف وكده ويصلي العشاء على طهاره، لكن بقيه الفروض زوجته اصلا ست كبيره وما تقدرش ان هي تغير له او تعمل له حاجه. وما انت كلامك كتير ليه يا اختي، كلامك كتير ليه، ما قلنا لك خلاص مضطر جزاك الله خيرا يفعل الذي في وسعه وانتهى الامر. شكرا. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي مصطفى. نعم.
حضرتك انا كنت مكلمة حضرتك قبل كده في موضوع الطلاق، ف حضرتك لسه هتفتيني فالخط فاصل. اعتبريني مش فاكر اي حاجة، مسألتك من اولها. قلت الشيء ماشي حاضر. انا طبعا مطلقة طلقتين قبل كده. طيب. طلقتين صريح. طيب. جوزي حلف عليا قال لي عليا الطلاق وتكوني طالق، ونيت ان انا اطلقك ما تفعل الشيء ده وفعلته. بس هو قال لي انا يعني وانا بحلف في قلبي انا مش قصدي ان انا اطلقك. لا. بس انا لا 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 بدي مصرح بهذا اللفظ. أفتيكي برأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء أن هذا الطلاق واقع. تمام. شكرا لأخ حمادة الدسوقي. حمادة الدسوقي مرحبا وأهلا وسهلا شيخ حمادة. حمادة الدسوقي ولا نتايه يا عبد الرحمن؟ مرحبا وأهلا وسهلا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. لو سمحت كان في فترة كنت عايز التفتيك فيها يا عم الشيخ. اتفضل. دلوقتي أنا شغال في المؤثرات البطارية. نعم. شغال في المؤثرات البطارية في الجرافيك. شغلي عبارة عن إضافة بعض اللقطات أو العمل على بعض اللقطات في الأفلام والمسلسلات والإعلانات والبرامج. الافلام والمسلسلات والحاجات دي لا تحتوي على مشاهد اباحيه وحاجات تخلو تماما من يعني نهايه الامر عملك فيه نشر للخير او نشر للفساد اختصارا. هو مسلسل كان الاختيار مثلا وفيلم الممر. ها؟ مسلسل زي الاختيار وفيلم الممر ومسلسل. انا ما اتكلم ما اعرفش الاختيار ولا ما اختيار. انا اسالك سؤالا، عملك الذي تعمله ما فيش فيها مشاهد اباحيه ولا تحريض ولا اي حاجه، حاجات اكشن. انت ممكن تنشر فكر ضال ايضا، هو لازم مشاهد اباحيه؟ مش كل شيء محرم، في ممكن تنشر معتقد فاسد وانت لا تدري. الشيء الذي تعمله انت في الجمله من وجهه نظرك مقارب من الله ام مبعد من الله اختصارا؟ هو مش مبعد من الله. مش مبعد من الله، خلاص توكل على الله. يعني ربي في الوضع ده حلال ولا حرام؟ قلت لك حلال اذا كان لا يبعد من الله. لا يبعدنا عن الله ابدا. مش يبعدك انت، يبعد المشاهدين. اي ولا اي شيء. يبعد المتابعين. لا تماما، المسلسل الاختيار ده كان بيتكلم يا اخي. انا لا اعرف مسلسل، ما تكلمش على اسماء معينه، انا لا افهم لا اعرف. ايه مسلسل اختيار وما اختيار؟ انا بتكلم الان العمل الذي انت تعمله الان. فيه نفع لأهل الإسلام ولا يخالف أوامر الله ورسوله اشتغل. فيه مخالفات لأمر الله ورسوله لا تشتغل اختصارا. تمام. شكرا يا حبيبي. هل لو سلمت على النصرانيين يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، إنما قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس الاعتقاد، ليس بنجس الأجسام أن استصفحت أحد منهم تغسل يدك، لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. جزاك الله كل خير على ما تقدمه لنا. وإياك والمسلمين. لو سمحت يا شيخنا، في أخت بتسأل، هي حاليا طلعت على المعاش وبس ربنا مش راضيها بأولاده وكده، يعني هي وجوزها، يعني جوزها موجود على قيد الحياة، ربنا يبارك في عمرهم. فهل يجوز ان هي تطلع جزء من فلوس المعاش وتضيف عليه فلوس ثانيه لاولاد اخوها المتوفي، يبنوا بيتهم وكده، مع العلم مش هتعطي حاليا وهي على قيد الحياه؟ عفوا ركز في السؤال، اعد السؤال. اخت معاها مبلغ من المال. امراه معها مبلغ من المال، اصل الاخت دي بتعلم ان واحده مع اختها، امراه معها مبلغ من المال، وبعد؟ امراه معها مبلغ من المال. ايوه. وتريد ان تعطي اولاد اخيها المتوفي لكي يبنوا البيت. تعطي اولاد اخيها الميت جزء من المال، جزء من المال لبناء بيتهم. ها. تمام، مع العلم ان هي معاش اولاد، فكده كده يعني حضرتك عارف ان هيبقى فيه اخواتها التانيين لهم ميراث. فهل ينفع ان هي تعطي اولاد اخيها المتوفي جزء من المال والاشخاص التانيين ما تعطيهمش على قيد الحياه؟ يعني هل يجوز للمرأة
أن تميز بعض أبناء إخوانها بجزء من المال كهبة في الحياة، أم يلزمها العدل بين جميع أبناء إخوانها وأبناء أخواتها؟ ده السؤال. تمام مظبوط. لا تلزم بالعدل، لأن حديث الرسول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لكن يبقى قيد ألا تقصد الإضرار بأحد. هم حالتهم المادية ضعيفة، الأشخاص اللي هتديلهم يعني دول وحدين حالتهم المادية ضعيفة، أنا أي حد تاني. لا بأس أن تعطيهم شيئا، لكن لا تقصد الإضرار العام بالآخرين. تمام يا شيخ، أنا جزاك الله. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا. تم. بارك الله. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك أنا كان عندي سؤال بس لو سمحت. اسأل. أنا سألت نعم؟ نعم؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، اخبارك؟ الحمد لله بخير. الله يخليك يا شيخ. معلش سؤال بس، حكم العمل في مجال السياحه الامن فندق؟ لا مانع من ان تعمل في فندق كرجل امن، حتى لا تعمل، لا مانع ان تعمل في حراسه الفندق، ولكن غيره اولى. تمام، يعني ما في أي شيء. لا ما قلتش ما في أي شيء، بقول غيره أولى. غيره أولى. آه لأنك داخل طبعا، أنت تعرف أن السياح فاسقات إلا من رحم الله، ودخلين عراية، فيعني آه كلنا بشر، فغيره أولى، لكن العمل جائز. تمام ماشي يا شيخ، شكرا، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أمورك بخير يا شيخ. يا الحمد لله، أنا بخير الحمد لله. الحمد لله. بارك الله يا شيخنا العظيم. شيخي والله بس سؤال إذا ممكن. تفضل تفضل. أنا بتحدث معك من أوروبا، وعندنا لا يوجد محاكم شرعية ولا يوجد قاضي شرعي، فبعض الناس بتيجي بتطلب مني إنه يعني بما إني يعني بأم في المسجد وكذا إنه أزوجهم. فبيجيني مرات يعني أوروبيات بتكون مثلا أسلمت لكن أهلها ما بيكونوا مسلمين، فأنا قرأت أنه لا ولاية لكافر على مسلم، فبزوجهم بدون ولي. لكن طيب ما وليها كافر، يعني هي في حال غياب الولي الشرعي يجوز أن تستنيب المرأة وليا من أهل الإسلام ثقة مشهود له بالتوثيق. لكن المشكلة حدثت لما أتت أخت وشاب يعني يريدان الزواج، والشاب يرفض والبنت ترفض ولاية أبيها، والسبب في ذلك أنه أبيها أو أبوها يعني بيسب الذات الإلهية ليلا نهارا. أبوها كافر يعني. فأنا هنا يعني ما عرفت يعني شو الحل. أنا مش فاهم كلامك يعني. الآن قلنا إذا غاب الولي الشرعي أو كان الولي الشرعي كافرا جاز للفتاة أن توكل وليا مسلما إذا كانت في دولة ليست بإسلامية ويزوجها الولي المسلم. طب يعني ليس من واجبي أن مثلا أسأل عن الأخ أو العم أو كذا؟ العم مسلم ولا الأخ مين؟ أنت تقول أهلها كفار. لا الأب يعني يسب ذات الإلهية، هي ما كافر الذي يسب الله. ما قل يسب، لكن هل هنا يعني يكون يعني كاتب العقد هو الولي تاعها، أو أبحث عن عمها أو أمها لها عم مسلم أو أخ مسلم؟ حسب ما هم قالوا إنه نفس الشيء، يعني العائلة كلها يعني مبتلاة كلها كفرة. خليك واضح في الكلام بس عشان نقدر نعطيك الحكم يعني. لا كلهم يسبون الله. ما قالوا انا لم يعني انا ما شفت ولا سمعت، لكن هم بيقولوا انهم يسبون الله يعني على ابسط الامور، يعني مزح او يعني امور. والله يا اخي انت تعبتني، كلامك كثير وانت مقلق، ابتعد عن التزويج، خلي غيرك يزوج، يشوف الوضع شكله ايه ويبحث هل فعلا كلامها صحيح، اولياءه كفار او اولياءه مسلمون، ويبني على ذلك. ما سمعت
شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم الحمد لله. الله يبارك في عمرك ويديك الصحة. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويديك الصحة. كان ليا سؤال بس عن حلقة. تفضل. لا خليك معي لحظة. ألو؟ لحظة. عبد الرحمن شوف اقتراح الإخوة الذين هم من خارج مصر يريدون شيئا ما أدري. تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يكرمك يا شيخ. دلوقتي انا والدي رحمه الله عليه كان اخذ فلوس من اخويا وقال لي انا اخذت مبلغ كذا منه، فبعد بعد ما توفى المفروض المبلغ ده يبقى دين، صح كده؟ اخوك سرق فلوسا او اقترض؟ لا، اخويا سلف ابويا، سلفه مبلغ. اخوك اقرض والدك مالا. تمام. كقرض. تمام بالظبط. وابوك مات. بالظبط كده. هذا الدين يستخرج من التركة قبل تقسيمها لقول الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. طيب معلش تسمح لي بس اسجل الفتوى دي عشان اسمح لهم؟ نعم. اجيبه ولا ايه يا اخي؟ طيب بص يا شيخ، دلوقتي حضرتك هو يدفع معانا في الدين ده ولا احنا بس اللي هندفعه؟ يعني هو كأخ أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. ابن أقرض والده قرضا. تمام. قرضا فمات الوالد. يخصم هذا الدين من تركة الوالد قبل تقسيمها. يخصم من أصل المال قبل قسمته. تمام يا شيخ. وبعد ذلك للذكر مثل حظ الانثيين بعد استخراج نصيب الام. طيب الاخ اللي هو يعني اقرب بلد الدين ده يدفع معانا برضه في الدين؟ ما قلنا لك اذا كنت تفهم الدين لا يقسم الا بعد استخراج الديون. يعني طلعوا الاول وبعد كده؟ نعم. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله فضيلة الشيخ. اتفضل الله يحفظكم. الله عنا خيرا يا رب. وياكم. وحضرتك في رجل مسن لا يستطيع الذهاب للمسجد لمرضه، هل صلاته مع زوجته في البيت ياخذ اجر الجماعه ام لا تقوم الجماعه الا بعدد من الرجال مثلا؟ اذا كان كما زعمت مريضا ومن عادته قبل مرضه الذهاب الى المساجد فاجره متواصل، قوله تعالى والتين والزيتون وطور سنين إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، إن ردوا إلى أرذل العمر وعجزوا عن العمل. اللهم لك الحمد. جزاك الله وإياكم. يقول شخص يكون حد عامل لأختي سحر بعدم الزواج لأن سبق وتقدم ورفض، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ادعو ربك والزواج مقدر، اجتهد في الدعاء مع ذكر الله وأختك ترقي نفسها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال فضيلاتكم؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. اي وقت مناسب حتى اتصل بفضيلتك على الخاص؟ ما في وقت مناسب، جرب حظك لان الشبكات عندنا للاسف سيئه جدا، شبكات الفودافون هذه سيئه للغايه في بلادنا الان، ما ادري ما السبب، يقولون لا يحدثون اجهزتهم، فما اعرفش، احيانا تجد الخط ماسك واحيانا تجده لا يمسك، الله يهديهم. اللهم امين. اتفضل. يفضل الصباح المساء؟ نعم يفضل الصباح المساء. انا ما فيش يفضل، يعني ممكن اوعدك وعد الان وغيرك يتصل في نفس الوقت، اذا كان امر ضروري ارسل رساله وانا اطلبك عند الفسحه من الوقت ان شاء الله. تمام جدا. شكرا وياك. مرحبا يا عائشه ابنتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
جزاك الله خيرا شيخنا ونفع بكم. وإياك ولك بمثل. الله يحفظك. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال. اتفضل. الآن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه. صحيح. والله عز وجل لم يتعطل عن الخلق لحظة. ومن قال أن المخلوقات قديمة كقدم الله سبحانه وتعالى. قديم لا أحتاج شرحك يا أخي، لا تدخلني في علم كلام ولا في متاهات. كان الله لم يكن شيئا قبل ثابت. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، ثابت آية. ما السؤال؟ اسألني لا تشرح لي، لا تتوهنا معك وتتوه الناس معك. ما سؤالك باختصار؟ طيب أنا سؤالي باختصار يا شيخنا هو يظهر عند الآن تعارض، بس تعارض في إيه؟ تعارض بين إيه؟ ما هو تعارض في يا شيخنا أن الحوادث لا أول لها. شوف يا أخي، يا أخي الله يكرمك، أنت دخلت في متاهة علم الكلام ستضل إذا سلكت هذا السبيل. عليك بكتاب الله وسنة رسول الله وقف، ولا تطلق لعقلك العنان تفكر كيف شئت. الله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شكرا لك، تتم كلمني على الهاتف الخاص. شكرا لك. دخل في خط في منزلق خطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله في عمرك يا رب. يا رب وإياكم. تفضل. كان عايز سؤالين يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. أولا حديث الشفاعة إلى آخره، اللي هو أنا مش متذكر الحديث، الحديث الطويل يا شيخ اللي هو آخره أن الرسول يسجد عند العرش. يسجد عند العرش؟ نعم. ماذا تريد أن تسأل يعني؟ نعم. الحديث يعني حديث في النهاية في آخره لربي ساجدا. نعم. ما فيش في يسجد على العرش ولا لا احفظه كده، لا احفظه فاتونني فاخر لربي ساجدا، ده الثابت. ما السؤال؟ هذا الحديث صحيح يعني؟ حديث الشفاعة الطويل في البخاري ومسلم. نعم صحيح. طيب الحديث الثاني ما اعرفش ايه اللفظ الذي تقصده، يمكن في لفظ شاذ ولا حاجه انت تستأنس بيه او ستبني عليه، لكن اجماليا حديث الشفاعة في الصحيح. الحديث الثاني حديث ان الثلاثة يحتاجون عند الله يوم القيامة، الأعمى والصم. في سنده ضعف. في ضعف. طيب يعني شيخ الأخرس والأبكم لا يحتاجون عند الله يوم القيامة بعيدا عن الحديث؟ الله أعلم بهم، أنا لن أتدخل في أمر الله، الله أعلم بما كانوا عاملين. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ إيهاب عقل وسلمك الله من كل سنة مكروه. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، شخص يقوم بعد صلاة الفجر والمغرب وبعد ما ينتهي من أذكار الصلاة بدعاء بأذكار الصباح والمساء. عفوا ماذا يصنع؟ يعني يرفع يديه ويدعو، يدعو بدعاء الأذكار الصباح والمساء. يعني عند أذكار الصباح والمساء يدعو أو يرفع يديه أمام الناس؟ أمام الناس. هل الأمر موافق للسنة ولا في بدعة؟ ليس موافق للسنة. بارك الله فيك يا شيخ. الدعاء الإخفاء أصلا. بارك الله فيك. وبعدين أذكار الصباح والمساء ليست كلها أدعية. تمام. ما حكم الإقامة للمنفرد سواء رجل أو امرأة؟ إذا كنت تقصد إقامة الصلاة فإقامة الصلاة مستحبة ليست واجبة. بارك الله فيكم. وليس لها تأثير على صحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير ليس من الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخنا، دلوقتي يعني احنا في الكلية وكده بنستخدم مراجع، يعني الدكتور بيشرح مراجع وكده يعني، فبيكون في مسائل في الآخر. هو أنا عندي سؤالين يعني. أولا يعني هو إيه حكم اللي احنا بننزل مراجع من على النت اللي هي النسخة بدون إذن صاحبها وكده وبنحل المسائل اللي فيه؟ والسؤال التاني، احنا برضه بننزل يعني بننزل الإجابات
بنبص عليها طبعا عشان نتأكد من حلنا وكده يعني. هذا عليه نظام حماية أو ليس عليه نظام حماية على النت؟ النظام حماية إزاي يعني؟ يعني مش هي الكتب أصلا منشورة على النت؟ آه منشورة على النت. خلاص منشورة على النت أصبحت مباحة للجميع لمن يريدها. يعني بيكتبوا عليها حقوق الملكية الفكرية يعني تنشر بدون إذن صاحبها. لما هي أنت لا تتاجر فيها ولا تأخذها التاجر فيها، أنت تقرأ منها بحثك. يعني مثلا لنا كتاب مثلا منشور على النت على سبيل المثال، اي كتاب فضائل الصحابة صار مثلا فضائل الصحابة، وانت فتحته وقرأت ما فيه، يعني لماذا انا وضعته على النت؟ لكي ينظره الناس. لكن كونك تأخذ الكتاب وتطبعه انت وتتاجر فيه تضرب دار النشر يؤذي الناشر. شكرا. مجموعة بنات في الصف الثاني الثانوي عندهن معسكر لاتحاد الطلبة في بلدهم لمدة 3 أيام ويسألنا هل يجوز لهن ذلك، إن فيه مبيت في المعسكر مش هيرجعوا للبيت إلا بعد 3 أيام تقول في بلدهم. السؤال، هل هذا المعسكر مختلط رجال ونساء أم فتيات فقط؟ فإذا كان فتيات فقط والقصد منه طيب وهو في بلدهم فلا بأس بذلك، أما إذا كان اختلاط شباب ونساء فلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كنت بسأل، كنت ادخل النون مش كنت، لا حاضر. كنت حاضر المصرية حاضر. رديئة كنت حاضر يا شيخ ماشي. كنت بسأل عن كنت أسأل لا تدخل أيضا على الفعل المضارع. طيب يا شيخ حاضر. كنت أسأل لا بس أنا لسه متعلمتش. كلنا الكلام ليس لك فقط، لي ولك وللإخواني، بس كلنا نتعلم من بعض. تفضل. كنت أسأل عن صحة أثر من عبد الله بن عمرو عن صلاة التسابيح. حديث صلاة التسابيح ضعيف. الأثر بقى، أصل في واحد يقول أثر عبد الله بن عمرو الموقوف عليه اللي حكم الرفع. لا مش موقوف عليه أثر عبد الله بن عمرو ولا؟ بن عمرو. صلاة التسابيح لها طرق كلها تلفة لا تثبت عن رسول الله النهاية. شكرا لك. أحمد عمر بن طول يا أحمد والله، لكن هل المتصل يسترسل فيما لا فائدة فيه يا أحمد؟ وفي ناس آخرون يريدون الاتصال يا أحمد عمر ولا أحمد أمير ولا مش فاهم إنجليزي يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زاد فضلك الشيخ. عندي سؤال. إذا كان يعني يا شيخ في عالم جيد في التفسير لكنه يعني في الجوانب الأخرى عليه بعض الملاحظات، يعني هل نأخذ بكلامه أم نتركه؟ على حسب الكلام الذي يقدمه. يعني في واحد جيد في التفسير مثلا من وجهة نظرك، ولكن إذا عرض على غيرك من أهل العلم يقولون التفسير فيه نظر، لأنه مثلا يستدل بحديث ضعيف، يستدل بآثار ضعيفة. فعلى عموما الجواب ما أتى به من خير نقبله وما أتى به من باطل رده. طيب يا شيخ يعني عادي نسألك عنه ولا لا ولا نتركه؟ الأسئلة على هذه الصفحة لا نحب تسمية أشخاص. لا نحب تسمية أشخاص، على الخاص من الممكن إن شاء الله. شكرا لك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله وحفظك. ما حكم حلق الشارب يا شيخ؟ حلقه يكره. إزالته تماما. أنا قلت لك حلقه يكره، والحديث الذي فيه الفطرة 5 منها قص الشارب، وهم أحد الرواة فقال حلق الشارب وهو وهم، وسبق التنويه على أنه ينقل عن الإمام مالك أن حلقه مثلى، وفي رواية يؤدب فاعله. نعم شيخنا، في مسألة تانية بس معلش. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن لما كان يتأخر عنه الوحي كان يكاد يتردد فوق جبل أو. هذه الزيادة في البخاري مرسلة، قال الزهري فيما بلغنا، وهذا بلاغ
والبلاغ لم يذكر من بلغه فالخبر ضعيف. هذه الجزئية من الحديث بالذات احترز البخاري لنفسه في ذلك فذكرها كما سمعت. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. حياك وجزاك الله خير يا ذا النورين، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخنا الكريم جزاك الله كل خير عنا. وإياك. الله يخليك. أخو زوجي واخد منا قرض 180 ألف من 3 سنين. واشترى بيه شقة واشترى حاجات يعني، وجاب قرض من البنك واشترى شقة ومحلينه. ولغاية دلوقتي احنا مش عارفين المال ده عليه زكاة، واحنا مش عارفين ناخد الفلوس دي امتى. مش فاهم يعني. فاحنا عندنا زكاة، واخد منا قرض من زوجي 180 ألف. من زمن كام؟ من 3 سنين. هل خلاص إذا طالت المدة ولم تدري متى سيرجع انتظري، وإذا قبضتيه أخرجي عنه زكاة سنة. يعني احنا ممكن لو قد يلحق هذا الدين بدين الميت. نعم نعم. ولسنة الرحم احنا مش عايزين دخل مسألة ثانية، ما تدخليش في مسألة ثانية. تكلمي انت على الزكاة. طب لو سمحت يا شيخ كمان سؤال. هل المتوفي يشعر بالطاعة وبالذنوب بتاعت الأحياء؟ لا 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 يشعر ولا يعرف شيئا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي الحديث يعني أي حد بيقول للمتوفي في المنام إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. شكرا. الله يسلمك. محمد شربيني وجزاك الله خير. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. تعال اسال حضرتك يا شيخ، هل في صحه مدير الاعمال مثلا مقدر لي ان انا السحر يعني بعدم التوفيق او عدم الزواج؟ السحر ولا ايه بالضبط؟ ايوه السحر يا شيخ. في ناس بتقول لك ايه، في مشايخ لو حد في حاجه كده، في مشايخ بيقول لك بيبقى عامل لك العمل في قبر، ده حكم الشرف كده. أما عن السحر فقد ذكره الله في كتابه فقال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر سبب من الأسباب، أسباب الباطلة طبعا، لكن موجود وقد يكون له تأثير، لكن لا يكون إلا بإذن الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، والغفور الرحيم. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، إلى أن فدعا ودعا ودعا. فعليك بالدعاء والدعاء والدعاء والذكر والرقية، ارقي نفسك. أما التخرصات التي وراء ذلك، سحر جالك من أسبانيا أو سحر سفلي أو سحر علوي أو سحر مش عارف، تخرصات كلها لا نعرف لها مستندات. لكن السحر كسحر، الله قال ما قد سمعت، والنبي قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ولقد قال ربي ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. تمام شكرا. الله يثبتنا وإياك يا نجوان بنت مصطفى. السلام عليكم السامعين والسماعات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله انا بخير بفضل الله. معلش يا شيخ انا كنت عايز اسال سؤال بس عارف حضرتك مثلا حصل لي يعني، هو مقتصر السؤال: هل الرضا بالكفر كفر؟ هل الرضا بالكفر كفر؟ يعني انا مثلا كنت نايم مره وصحيت الفجر يعني سمعت الاذان، وبعدين ما قدرتش اقوم وكده يعني، فقلت ان انا يعني افتكرت
يعني قلت يعني هقوم اصلي لوحدي، فافتكرت الفتوى ان يعني افتكرت كلام احد العلماء ان الواحد لو فاته صلاه متعمد يكفر يعني. ففي نفس الوقت يا شيخنا يعني ايه، كنت انا بفكر في موضوع الطلاق وكده هو بفكر فيه. يا اخي الكريم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام، صل على رسول الله، لا تشق على نفسك ولا تشق على اهل بيتك. انت الان مريض نايم متعب او نايم غير متعب، فالمؤذن اذن فانت وصلت النوم من تعبك، هل تكفر بهذا؟ لا تكفر. طب لو انا مثلا قلت في نفسي يعني قلت افتكرت ان انا مثلا مش يعني مش حتى لو كفرت يعني قلت مش مشكله اغنى الشهادتين وخلاص. كريم انت رجل مسلم والحمد لله، صليت العشاء؟ صليت الحمد لله، بس محافظ على الصلاة الحمد لله. أنت رجل مسلم الحمد لله، الشيطان لا يلعب بك. ربنا يبارك حضرتك. ارحم نفسك شوية وارحم زوجتك، لأن وجودك بلاء إذا مشيت على هذا الفكر، وجودك بلاء في البيت، بلاء على نفسك وبلاء على أهل بيتك. أيوة يا شيخ. كلما أنا كفرت، أنا مش عارف ما كفرت ومش عارف زوجتي على ذمتي ولا، اترك هذا العبث. أنت الحمد لله رجل مسلم وصليت العشاء وموحد بالله، صح؟ ايوه صح، الحمد لله. الله شكرا. اللهم حسنات خير المحسنين، اللهم يسر يا رب واعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل. يا اهلا بك ومرحبا. ربنا يبارك في عمرك وعملك يا رب العالمين. ولك بحمد الله يا شيخنا الفاضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. آمين يا رب العالمين، وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وكل من قال آمين. يا رب آمين. تفضل. آمين يا رب. لي ثلاث أسئلة لو سمحت لي يا مولانا. تفضل. أول سؤال، أبنائي هل أحاسب عليهم لعدم صلاتهم منذ العشر سنوات أم عند البلوغ؟ أنت مسؤول عن رعيتك. تمام. لكن لست مسؤولا عن هدايتهم. بمعنى؟ يعني هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. أنت تعرف أن سيدنا نوح دعا ابنه والولد أبى أن يسلم، هل تراه مسؤولا عنه؟ لا طبعا. بعد أن أدم عليه ليس مسؤولا عنه، لكن تقصيرك في التربية ستسأل عنه. يعني أنا أنصح في الصلاة من عشر سنوات. تنصح وتذكر وتشتد وتلين على حسب المقامات، لكن بعد ذلك إذا أصر هو مسؤول عن نفسه، وإذا كانت هناك وسائل الهجران استعملتها بعد الإصرار وال يعني والكلام والإقناع. يا أيها الذين آمنوا، حينئذ تتنزل الآية، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تمام. السؤال الثاني يا مولانا لو سمحت لي، الصلاة في بعض الفروض في البيت تجزئ، لكن تأثم إذا كنت تستطيع الذهاب للمسجد وتعمدت عدم الإجابة في وجهة نظري، لكن تجزئ. طب السؤال الثالث يا مولانا، هل الراتب الشهري عليه زكاة؟ ليست عليه زكاة إلا إذا اجتمع منه مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة. اللي هو كام نصاب؟ ما قيمته 97.2 جرام ذهب من عيار 21 أو سعر اليوم. نعم؟ بسعر اليوم ولا سعر اليوم؟ بسعر يوم الزكاة، يوم أن تزكي. يعني سعر الجرام الذهب ده أحسبه يوم إيه مثلا؟ يعني يوم الزكاة يا حبيبي، يوم حلول الزكاة. 87 جرام ذهب. 97.2 من عيار 21 أو 85 من عيار 24. 85 من عيار، أحسبهم لو كان قيمتهم قيمة الدير على مدار السنة يخرج زكاة لي. إيش مدار السنة بقى؟ أنت هتتوهنا وتتوه نفسك لها من الشيخ. آه. وفي إذا كنت رجلا صالحا بنيت على نصاب الفضة.
اللي هو كام طيب نصرم الفضة؟ قيمة 600 جرام إلا 2 يعني 598 جرام فضة. في كل سنة تحسبهم من كان الراتب عداهم يجب إخراج زكاة عليهم. ماشي تمام. ادعينا كده مولانا كده بالهداية في الدنيا والآخرة وربنا يجعلنا من المقبولين كده إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك ويوفقنا وياك ويسكننا وياك الفردوس. امين يا رب. سلام الى الاخ عبد الرحمن. الله يقول عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. محمد علي الصقري مرحبا بك اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخنا الحبيب احسن الله اليكم. واليكم. رجل يعمل قابضا بالسكك الحديدية ما يسميه المصريون كمسري. يسأل عن كونه يجد بعض الحالات الإنسانية من النساء الكبيرة في السن وما إلى ذلك فيجلسها في المقعد المخصص له، فهل في ذلك حرج؟ المقعد المخصص له هو يعني؟ نعم، مقعد مخصص له قد خصصته الدولة له كونه قابضا يجلسها في هذا المقعد، يعني لأنها ركبت القطار بدون حجز. أيوة. فهل في ذلك حرج؟ أيوة, 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 أيوة. هي فقيرة جدا معدمة؟ الله أعلم. هو يجدها يعني يجد بعض الحالات يجد امرأة كبيرة في السن، رجل كبير في السن قد ركب القطار بدون حجز، فيعني يرأس بحالته فيجلسه في مقعده المخصص له هو. والله يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. جزاكم الله خيرا سيدنا، بارك الله فيك. حالات يعني وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. كنت عايز استفسر يا شيخ مصطفى عن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي هو في معناه من قال في دبر كل صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحديث اللي حط عنه 10 سيئات وخاب 10 حسنات بكل مرة 10 حسنات وكذا، بصحيح ولا بعيد؟ كذا تعال ما اضبط النقل حتى نصح لك الخبر. اللي هو حديث في فضيلة في كل دبر صلاة. يا أخي صلى على النبي. ايه؟ صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنصحك تتقن الأحاديث. تتقن حفظ الأحاديث. أما الحديث أما ذكر الله بالتهليل المذكور عقيب صلاة الصبح أو في أذكار الصباح تثاب عليه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، حطت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات إلى آخره، ذكر ثابت. ثابت ثابت يا شيخ مصطفى. ثابت وكأنما أعتق رباط رقاب من ولد إسماعيل. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. المصريون لا ينفكون عن المزاح، واحد كل يقول كلنا نجلس مكان الكمسري. يعني الحل فقر يعني. الله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيله الشيخ. نعم. انا ما كنتش بصلي، ما كنتش ملتزمه في الصلاه، والحمد لله الحمد لله ان انا بقيت ملتزم. الحمد لله. الصلاه اللي انا سبتها السنوات اللي فاتت دي ايه حكمها؟ يعني اخليها ازاي ولا؟ تؤديها على الوجه المتيسر لك، على الطريقه السهله التي تستطيعيها. واضح؟ تمام واضح. طب معلش سؤال تاني بعد اذنك. سلي. انا زوجي مسافر وانا معايا اطفال صغيرين. نعم. وانا بخدم حمايه، ربنا يدي الصحه، حماتي متوفيه. ماشي. وبرضه بروح لوالدتي، فانا يعني في تاثير من ناحيه عيالي. انا صعبان عليا ان انا بقصر معاهم بس والله بدون قصد، هل يبقى انا كده عليا ذنب؟ الوقت مبذول في ماذا؟ في ايه؟ يعني انا لحمايه ولامي وعلى قد ما بستطيع بعمل مع اولادي، بس ببقى برضه التاثير بيبقى مع اولادي.
يعني ببقى مقصره مع عيالي، ببقى من جوايا عارفه ان انا مقصره بس غصب عني. يعني بتساعدي امك وحماتك وحماكي وتقصري في حق الاولاد. عشان بس بابوهم مش موجود وانا عليا الحمل الاكبر. يعني ابوهم ميت؟ انا امي أبو ميت ولا ايه؟ لا لا لا، ربنا يبارك في عمره، مسافر. كم عمرهم؟ من 14 سنة وحضرتك نازل، هم أربع أطفال 14 سنة وأصغر حاجة سنة ونص. يعني مقصرة في ماذا؟ يعني في تعليمهم ولا في أكلهم؟ في يعني في يعني لا لا، في حتة الأكل وكل حاجة تمام، هي بس في المذاكرة ما فيش وقت، عبال ما بقى بفوق وقعد تحت، ولو خرجت أجيب حاجة، حتة المذاكرة، حتة إن أنا أقعد معاهم، ومش عارفة والله سيدنا، ممكن يكون أنا بعمل قدر المستطاع. سددي وقاربي، سددي وقاربي، وازني موازنات، شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا. شكرا. عدنان حسين العدناني، قولنا في كرة القدم، راجع كلامي بالأمس في قناة صفا وفي عدة مقامات، ادخل بس ماذا يقول عبد الرحمن على الوزارات أن يعرف رأينا في كرة القدم. ابحث عليها على اليوتيوب يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا سلام، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يحفظكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. جزاك الله خيرا. وياكم. بقول لحضرتك دلوقتي أنا عايز أستفسر عن الأقساط للسيارات التابعة للبنك. لا تجوز. طيب أنا هقول لحضرتك اللي أنا أعرفه كله حضرتك. مش لازم تقولي اللي أنت تعرفه، ولست في حاجة إليه. أنت سألتني عن شراء السيارة عن طريق البنك، قلت لك لا يجوز لأن البنك ليس بتاجر، يدخل البنك كممول ويأخذ ما موله مع زيادة ربوية، وليس البنك بتاجر. السلام عليكم. بارك الله فيك يا خليفة ابن خليفة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه، بقول لحضرتك عايز اخد راي حضرتك في فتوى زواج البنت بدون والدها ولكن نجأت لولي اخر ووالدها عادلها. لماذا تركت البنت ولايه ابيها؟ ايوه هما مش متدينين، وهو الزوج متدين والاب رابط الدين بكده، فهو مش راضي، هو عايز يعني واحد غير متدين، يعني شاب غير متدين. يعني الأب يريد شخصا غير مستقيم. والبنت تريد شخصا مستقيما. أيوه. والمتقدم لها كفء في دينه ودنياه. أيوه. كفء في دينه ودنياه. دنياه، أيوه. تنتقل الولاية من الأب للأخ أو للعم أو للجد. أخ والعم برضه نفس الوضع. كلهم يعني أسرة على غير استقامة. أيوه. وترفض زواج ابنتها بالصالحين مع كفاءاتهم الدنيوية، تنتقل الولاية حينئذ للمأذون. السلطان ولي من لا ولي له. أيوة سلطان، ماشي تمام، جزاك الله خيرا. وياكم. كلهم على غير استقامة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخي. ما أفضل هدي في التصرف بالعقيقة؟ التصرف في العقيقة ليس فيها نص ثابت في كيفية التوزيع، إن شئت أكلت وأهديت وتصدقت، ولا يلزم التساوي. فهمت؟ تمام شيخ، جزاك الله. الله يسلمك. والسلام عليكم. إبراهيم بن مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا جزاك الله خيرا. يا شيخنا يا شيخنا دلوقتي اضبط بالشكل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. المنادى المضاف، يا اخت هارون ولا يا اخت هارون؟ ها يا شيخنا، صلى على رسول الله. اتفضل اتفضل. عليه السلام. الزوجة يا شيخنا كانت لبست النقاب فترة. ايوه. وبعدين تعبت جدا،
التنفس. متأكد انها ثابت؟ نعم متأكد انها ثابت؟ يعني موقن وهي موقن يعني كان بيغمى عليها اوقات. يعني حقيقة ولا تصنع؟ بندق النفس. يعني هي مريضة صدر؟ لا مش مريضة صدر. طيب كل الناس كده اخشى ان تكون تقيلة بس. كانت عاملة عملية فالموضوع ده مأثر يعني ايه العملية مأثرة على التنفس شوية. على كل اذا صدقت فيما تقول جاز لها ما سألت عنه. خلاص؟ تمام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. عندي سؤال يا شيخ، أولاً أنا جيت مرة كان عندي كان جاي لصلاة العصر وكنت بره ما كنتش أصور غير بعد صلاة المغرب. فكان الهدوم اللي كنت لابسها ما كنتش عارف أشمرها. فاتوضيت بليت الهدوم اللي كنت لابسها عشان اوصل ميه لجلدي، ده ينفع ولا ده ما ينفعش؟ يعني انت مغطي اليدين المرفقين ومش عارف تشمر فبليتها ميه عشان تنقع على الداخل. هذا لا يسمى غسل. ايه ايه؟ لا يسمى غسل. قاعد الصلاة. قاعد الصلاة تاني؟ ايوه. ماشي شكرا. الله يبارك فيك. فاهم يا فاهم يا عبد الرحمن سؤاله؟ نعم. صح يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يزيد فضلك. صحه حديث سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق. والله اعرفه ضعيف الاسناد. ضعيف الاسناد. هذا حكمي عليه من زمن. نعم. طب لو انا اخذت باللي هو بيقول صحيح، لو انا قلت ذكر تاني غير سبحان الله، يعني لو قلت لا حول ولا قوه الا بالله عدد ما خلق، هل انا اكون مبتدع؟ لا لو قلت الزم اذا رايت ان الحديث ثابت. نعم. افعل كما في الحديث اللي هو سبحان الله والحمد لله. نعم. فقط هي اللي ذكرت في الحديث. الله يسلمك. ازيد على ذلك لو ثبت. شكرا. بارك الله فيك. فيك يا حبيبي. مرحبا بك يا شيخ مصطفى الجوهري او الجوهري اصح، انت من الجواهري يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيكم. لأن أهل مصر أحيانا يقول لك الجوهري، الجوهري يقول لك الجندي، الجندي صح يا عبد الرحمن؟ نعم صح صح. السلام عليكم. هذا لا يسمى غسل. السلام عليكم. لا يسمى غسل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. بقول لحضرتك شيخنا دلوقتي الزوجة يعني بتصلي كل حاجة بس مش حابة فكرة النقاب. ليه بس كده والشعريان ليه بس؟ تحب والله هي متعلمة وبنت ناس طيبين برضه وكده بس أنا مش عايز أكرهها على الأمر ده يعني. يعني هتحب الناس يتفرجوا عليها؟ لا هي أصلا ما بتخرجش من البيت يعني، أنا هي مش شغالة لكن ولا يعني قلت ما تنزلش إلا معايا كده. طيب لو كانت عاقلة يعني وما بتنزلش إلا قليل مرة في الأسبوع تغطي وجهها المرة دي حتى إرضاء لزوجها بعد إرضاء الله. طب انا بالنسبه لي انا شيخنا انا اكرهها على الامر دوت. والله هذا وجهه نظري، لما انت هذا معتقد ان تغطيه ان الوجه مطلوبه الزمها بالنقاب. ماشي. عرضك هي عرضك، انت لا تحب ان احد يرضى يرى زوجتها. هي محجله ولبسها محتشم ويعني يعني تطرد الشباب يوصل زوجتك يا اخي؟ لا طبعا. طب خلاص احترم نفسك. وانا وطبعا انا اكراهي ليها على النقاب اقسم عليه. جاهد مع زوجتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام. والله يعني اذا كانت حلوه هيجي لك بلاء، والله يجي لك واحد معاك. يعني متوسطه يعني مش فيها يعني عاديه يعني. ممكن تكون متوسطه ودمها خفيف واحد يعكسها. لا لا ما فيش لا. يعني خربانه خالص؟ لا الحمد لله. ماشي السلام عليكم. ابو عبد الله احمد حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. عامل ايه يا سيدنا؟ الحمد لله. احنا زي ما احنا عارفين انك اتخرجت من هندسة ميكانيكا صح؟ نعم. يعني اشتغلت فيها ولا لا يا سيدنا؟ انت دخلك ايه بس؟ مش انت اتكلمت اول امبارح
قلت ادبك ولا لا ولا غيرك؟ لا سيدنا، لا 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 سيدنا، انت اذا انت لا مش انت ولا لا اللي سالت لا سيدنا، لا لا عن الظروف الاسريه. لا والله يا سيدنا لا، اذا اعتذر لكن الصوت مشابه يعني ماشي. لا يا سيدنا والله، لانه احرجنا الاخ السائل يوم والله قطع عايه يا سيدنا. لا لا اسف، حقك علي، الله يبارك فيك انت يعني. معلش يلا سيدنا، كلنا بشر يعني. تفضل يا حبيبي، سل اسال سؤالين ثلاثه بدل السؤال الواحد. اي هي التجارات اللي انت اشتغلت بها؟ هجاوبك. في تجارات، تجارات عسل النحل جايك كده يا حبيبي. الله يعزك. تجارات التمور، ما تديني مثلا. تجارات ملابس سيدنا. كل حاجه اللي انت عايز سيدنا على ما تيسر. الا تجاره الحشيش والمخدرات. بقولك طيب اديني مساله فقهيه وانا ما عرفتهاش اقول استغفر الله وما تحرجنيش. طيب انت مزوج؟ لا لا، ده انا عندي 16 سنه. هو انت بتاع زمان يا عمي، ما انت بتطولنا ليه بس؟ مش انت اللي قلت الشيخ عمرو قال لك يتزوج؟ انت وغيرك يا سيدنا. لا والله لا لا، غريب ماشي. طيب اللهم صل على رسول الله. انا هقول لك سؤال سهل وخلاص. من صافح امراه اجنبيه، وضوء ينتقد او لا ينتقد؟ ينتقد طبعا. ينتقد طبعا. لماذا ينتقد؟ يعني ليست من المحارم. صح ولا سيدنا؟ لا غلط. اما لا غلط، اما ينتقد او لا ينتقد فيها القولين، لكن تعليلك بان ليست من المحارم ليس بتعليل. الايه التي في الموضوع هو او لامستم النساء. لامستم النساء، هل الجماع او هل هي اللمس عموما؟ قولا للعلماء. شكرا، راجع ذاكر يا حبيبي. 16 سنة يا سيدنا، صلى على النبي. هو يا عبد الرحمن ولا انا غلطان؟ مش هنكذب ولا نحلف بالله؟ مش هو ابسط من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخنا جزاك الله فضلكم، شيخنا ام وبنتها في بلد ليس لهن فيها محرم الا ابن للام، هو رجل عاقل راشد يعني ومتدين. طب ما ابن للام يبقى محرم لها، يكون محرم لها. نعم، فهل يجوز له ان يمنعهما من الدخول والخروج الا باذنه؟ ليس في البلد محرم غيره يعني. بن حسن اذا كان يعني طبعا يعني، هل للولد عموما كذا أن يمنع أهله أمه أو أخته من الخروج إلا بإذنه؟ إذا كان يخرجن إلى مكان فيه شر وفساد يمنعهن، لكن إذا كان يخرجن مثلا إلى المسجد للصلاة والجو آمن فلا تمنع. يخرجن إلى الأسواق مثلا، إلى يزورن صديقات لهن لكن في قرى أخرى يعني بهذا الشكل. هو يعني غيور زيادة فيكره مثل هذا الأمر. كل شيء بالحسنى، إذا رأى فسادا منع الفساد. شكرا لكم هذا، وجزاكم الله كل خير. ولا يسعني في النهاية بعد الاجتزاء بهذا القدر إلا أن أحمد الله سبحانه وتعالى، فهو الحميد المجيد. وصدق الله إذ قال: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا،
وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا، وطيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. فك يا ربنا أسر أسيرهم، واقض الدين عن مدينهم يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن مدينهم، وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد غائبنا وغائب المسلمين، واقض الديون عنا وعن المدينين يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا في عليين، وأكرمنا يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.